وصل بالليل مخصوص عشان يكون معايا اليوم. حب أحلام ومبارك الهاجري ثابت من 22 سنة. مهما أسوي لها ما أوفيها. الناس اللي عم بتشوفوهم كانوا مجتمعين قدام بوث عطور أحلام في معرض العطور بالرياض، والكل كان عم بيستنى لحظة وصولها وتجمعوا حواليها، والكل كان بده يتصور معها. الحمد لله الحمد لله، محبتهم في كل مكان، مو غريبة عليكم يا أهل السعودية، مو غريبة عليكم. والحب اللي حسيته أحلام بهالليلة مش بس من الجمهور، فكان معها ابنها فاهد بالبوث، وأكيد زوجها مبارك الهاجري اللي رجع يكون حاضر معها بالمناسبات المهمة ليدعمها. حبيبي هو إيه بسكات إيه بسكات إيه، هو ما يحب التواجد وما يحب الظهور وما يحب إنه يكون يعني، بس يحب إنه سبورت لي يعني داعم لي، ووصل بالليل مخصوص عشان يكون معايا اليوم. ومع أنه ما بيحب الظهور الإعلامي كثير، لكنه كمان حريص يعبر لإيتي بالعربي عن سعادته بأحلام بهاليوم. ومع أنه هو كمان بزنس مان وعنده مشاغل كثيرة، لكن أحلام هي الأهم بالنسبة له. كل شيء الفلوس تتعوض، كل شيء تعوض، لكن أنك أنت تكون معاها في الأحداث اللي مثل هذه وغيرها، تكون معاها في المناسبات الكبيرة، هي تمتد قوتها مني، وأنا يعني حب بالنسبة لي هذا الشيء. ومفاهد مواقفها واجد معي، مهما أسوي لها ما أوفيها. يكفي جابت لي فاهد وفاطمة ولولو وبرها في والديها وأهلها وإخوانها، هذا يحببها، هذا السند. بكرة لا شيء يبدو ولا شيء ألاقي لي حد أتكي عليه. أنا من الناس اللي مع مفاهد زوج وأخ وصديق وكل شيء، حبنا من أول يوم من سنة يناير 2000 إلى اليوم ما تغير، كل ما لو يزيد وصار الجمال العيال يقربون أكثر وأكثر. طبيعي مع كل هالحب والدعم أحلام تتألق كفنانة وكبزنس ومن كمان، فوقفت بالبوث الخاص فيها مع العطور اللي بكل واحد منهم في لمستها الخاصة. هذا البوتيك هو في كولابريشن بيني وبين الأميرة سلطانة، عملنا كولابريشن بيني وبينها مع بوتيكات. في عندي 3 رشوش جديدة، روبي سفاير أميرلد، عندي عطور جديدة موجودة، عندي نور جيهان من الهند رائع، عندي من فرنسا ليسانس دو باغي، إحساس فرنسا، إحساس باريس، أعتقد 16 عطر موجود في بوتيكي، وكلهم روايحي أنا اللي خلطهم. ولأنهم من ريحتها فهي بتحرص توزع منهم هدايا على جمهورها بالحفلات اللي بتعملها. لازم في كل حفلة لازم يكون في عندي عطر خاص لكل جمهوري. عملت في العذرية عطر دهن العود، وعملت في حفلتي في الرياض عطر من المسك.